لعلك تتساءل الان يا اخي الكريم ما الخطوات التي يجب ان يقوم بها معلم اللغه العربيه حتى ينجح في اعداد خطه درسه اليوميه بشكل جيد هذا ما نتناوله بالتفصيل الان سوف نتحدث عن خطوات اعداد خطه الدرس اليومي ماذا يجب عليك ان تفعل حتى تنجح في اعداد خطه درسك بشكل جيد اولا يجب عليك ان تبدا بقراءه الموضوع الذي تنوي تدريسه قراءه واعيه عميقه مع تحديد الاجزاء الرئيسيه في هذا الموضوع والافكار الجديده والحقائق والمبادئ والمعلومات التي ترى انها ضروريه ويجب ان يتقنها الطلاب عند دراسه هذا الموضوع ثانيا يجب ان تبدا في صياغه الاهداف السلوكيه بشكل دقيق ومحدد لكي تجيب عن التساؤل التالي ماذا ساعلم طلابي في هذا الدرس ان المعلم الذي ينجح في التخطيط هو المعلم الذي يستطيع ان يحدد اهداف درسه بشكل جيد هذا التحديد الواضح والدقيق للاهداف هو الذي يضمن للمعلم ان يختار كل عناصر خطته بشكل ناجح بل وبشكل متميز اذا حددت اهدافك بشكل واضح فانك سوف تختار كل الاجراءات التي توصلك الى تحقيق هذه الاهداف بشكل ناجح لذلك فان الخطوه الثالثه تتمثل في تجهيز واعداد المواد والوسائل التعليميه المناسبه هذه المواد والوسائل التي تشمل مصادر التعلم والكتب والمراجع والبطاقات واللوحات والعروض الالكترونيه والافلام التعليميه ومواقع الانترنت التي يمكن ان يعود اليها الطلاب كل ما من شانه ان يساعد المعلم والمتعلمين في تحقيق اهداف الدرس يقوم المعلم بتجهيزه وإعداده في الخطوة الثالثة. رابعاً، على المعلم أن يتوقف ليحدد خبرات تلاميذه السابقة التي يمكن الاستفادة منها في الدرس الحالي. وهذه خطوة مهمة وأساسية، لأن معلم اللغة الناجح يبدأ من المستوى اللغوي لتلاميذه فهو يبني الخبرات الجديدة على الخبرات القديمة ويربط القواعد الجديدة في اللغة بالقواعد القديمة في استعمال التلاميذ وينطلق دائما مما يعرفه التلاميذ بالفعل لا مما يجب عليهم أن يعرفوه خامسا على المعلم بعد ذلك ان يبدا في اختيار التمهيد والمقدمه المناسبه لموضوع الدرس والمشوقه للتلاميذ التي تثير دافعيتهم والتي تحمسهم لدراسه هذا الموضوع المقدمه التي تبين لهم اهميه دراسه الموضوع والفائده الشخصيه المتحققه من دراسته المعلم الناجح يحدد بكل دقه المدخل الذي سوف يدخل من خلاله على تلاميذه ليقنعهم باهميه بل وبضروره دراسه الموضوع سادسا ينتقل المعلم الى وضع تحديد دقيق لإجراءات التدريس الخاصة بكل هدف، بحيث تشمل هذه الإجراءات، أولًا حدد ماذا ستفعل أنت كمعلم لتحقيق هذا الهدف، وهو ما نسميه أسلوب التدريس، ثم حدد ماذا سيفعل طلابك لتحقيق هذا الهدف، وهو ما نسميه الأنشطة التعليمية. ثم حدد ما قد تحتاج أنت إليه أو يحتاج إليه طلابك لتحقيق هذا الهدف وهو ما نسميه الأجهزة والمواد والوسائل المعينة. سابعاً، على المعلم أن يحدد التقويم المناسب لكل هدف حيث يختلف التقويم من هدف لآخر فهناك هدف يصلح معه التقويم الشفوي وهناك هدف يصلح معه التقويم الكتابي وهناك هدف يصلح معه التقويم الادائي العملي ثامنا على المعلم ان يحدد بدقه شديده الزمن الملائم لكل هدف واجراءات التدريس الخاصه به وكيفيه تقويم هذا الهدف بشكل تقريبي ثم ينتقل المعلم في خطته الى الخطوه التاسعه وفيها يختار الواجب المنزلي المناسب لموضوع الدرس والمناسب لمستوى المتعلمين اخيرا فان على المعلم الا ينسى ان يسجل العناوين الخاصه بالمكونات الروتينيه لخطه درسه هذه الخطوات العشره تمثل اهم ما يجب ان يقوم به معلم اللغه العربيه لاعداد خطه درسه اليوميه اعدادا ناجحا وفعالا